شعار لنكسر جدار الصمت وفي رعاية سفير سويسرا في لبنان فرانسوا باراس، دعت الجمعية اللبنانية لمرضى التصلب اللويحي أليساب إلى حدث مميز في أسواق بيروت، حيث عمد المشاركون من مرضى وأطباء وأهالي وشركات أدوية إلى تكسير جدار من الفلين تعبيراً عن تحطيم اليأس وتجاوز المرض والأوجاع والألم. التصلب اللويحي مرض يضرب الجهاز العصبي ولا شفاء منه حتى الآن، ولهذا الغرض تعمل جمعية أليساب على التوعية والإرشاد وخلق فرص جديدة تساهم في مساعدة المرضى. اليوم نحن بدنا نوعي العالم على التصلب اللويحي اللي هو مرض شوي شوي عم بينعرف وعم بينحكى عنه بلبنان. الايفنت كان كتير كتير ظابط وعن جد وبيج ثانك يو لجين يلي عم تعرف بتظبط كل شيء وعم تفتح هوب للمرضى تعول الام اس. الإيفنت كتير ناجح اليوم وإن شاء الله أنه يوصل المساج للمرضى وإن شاء الله أنه عن قريب يكتشفوا دواء. حبيت الجو اللي عملوا حتى فرحوا كل الأولاد اللي حواليهم ونحن كمان كتير انبسطنا. عن النشاط يلي قمتوا فيه. هذا النشاط عمل ب 8 ايار، بتعرفوا مثل ما ذكرتوا قبل انه شهر ايار هو شهر التصلب اللويحي. نحن حبينا نعمل حيط رمزي من كل عوارض التصلب اللويحي وحجر باي حجر على ركبوهم المرضى وسوا كسرنا هالحيط. أوكي. اكيد هو حيط الالم اللي بدلناه بالامل وقلنا انه ورا هالحيط على طول في فرح. مثل ما بنعرف انه المرض عاده ما لا يحتفل به وانما هيدا بيعطي مثل ناخده بشكل ايجابي للمرض. اوكي حلو. طب ليا، هل من علاقه للتغذيه بمرض التصلب اللويحي؟ هلا ايفيدنس بيس، يعني اذا بدك دائما ما في اثبات على شيء اذا بدك يا بيعالج او بخفف من العوارض. لا بس اجمالا بتنصح الامريكان سوسايتي اوف مالتيبل سكليروسز ريكومنديشنز انه ياخذوا لو فات هاي فايبر، يعني بياخذوا كل شيء واطي بالفات او بالدهون المشبعه وبيحطوا الدهون الغير مشبعه بدلون، وبياخذوا كثير الياف عاليه، يعني عم نحكي اكيد القمح الكامله الخضار الفواكه. وإذا بدك الهيلث سوسايتي بتقول إنه لازم يتبعوا هيلثي ايتينج مثلهم مثل غيرهم، يعني كيف نحن مثلا نورمال بوبوليشن بنقول هيلثي ايتينج ذات الشيء، بس ما في إذا بدك شغلة أو معدن أو فيتامين أو ماكرو نيوترينت أو حيلا شيء عنده دايركت افكت مع مالتيبل سكليروسز بعد ما عندنا اثبات بحيلا شيء من هذا النوع. اوكي تبعت الله رزق الله رزق الله رزق الله عطى الله ما عليك يا طلاب يا راس العائله رزق الله بدها وحده عطى الله اسم البي بس مش بعطى منه بينتهي بعطى الله يعني بسيطة. طيب رزق الله بتتبع نظام غذائي معين اللي حكيت عنه ليا؟ بالحقيقة لا، بس في من بعد ما مرضت صار في فترات اقبل غذائيا اخذهم، في منهم لا. يعني في اشياء كنت حبها بطلت حبها، في اشياء ما كنت حبها صرت حبها، يعني صار في تغير النظام الغذائي تبعي. طيب رزق الله، لشو برايك بحاجه عمليا ومعنويا مريض التصلب الويحي؟
هو التصلب الروحي بده شغله معنويه اكثر شيء. هي الشغله المعنويه هي اللي بتكسر الحاجز لكل الامراض وخاصه للتصلب الروحي. لانه الواحد بس يكتئب بفكر الدنيا انتهت، وهو هذا الغلط. صح، لازم يكون في بوابه امل. النفق ببلش مظلم بس في بالنهايه بسيط. عم بتلاقي انت هالدعم المعنوي؟ نعم، عم بتلاقي هالدعم المعنوي؟ انا كثر خير الله، انا بشكر ربي انوجدت بمؤسسه اللي بشتغل فيها، جماعه كانوا انسانيين معي، ومن الناحيه المعنويه في عندي معنويات كتر خير الله، الحمد لله. وهي اللي حدت من فصول المي، واليوم المعنويات عليت. لا انا ونانسي كل فريق ببيروت انا اكثر هلا اني معنويا من قبل بسنتين، قبل بثلاثه، لانه انا من ثلاث سنين كنت بفتره ضايع بشكل كثير كبير. لتعرفنا على الاليساب، والاليساب بنشكر جهودها لانه عملت انجاز كثير كبير طبعاً، خاصه من الناحيه الماديه. هو اللي بنعرفه انه صار تغطيه الضمان الاجتماعي لادويه التصلب الروحي. نعم، اللي هي سعرها غالي وبتحد فوق، يعني بتكون فوق المليون و500 الف ليره واكثر. يعني مؤسسه للست جنان في عم بتغطوا كل هال. نعم، كيف سبل المساعده؟ ست جنان هن سعيوا وراء رئيس الحكومه، وراء الوزيري العمل والصحه، لصار في اتفاقيه مع الضمان الاجتماعي تعليت تعرفة الضمان الاجتماعي من 80% لل 95%. طب خبرينا شوي يا ست جنان، وبالاخص عن سبل المساعده. نحن الاليساب بتعنا بشقين، طبعا المعنوي اللي هو كثير مهم لنا مثل ما تفضل رزق الله وقال، والمادي كمان. بتعرفي بلبنان المجتمع المدني هو قايم ببعضه، يعني ما فينا نستمر اذا هالمجتمع المدني ما ساعد ووقف لبعضه. نعم، معونه. بالنسبة للمساعدة المعنوية نحن عم نقوم بمحاضرات متكررة بتعرفوا على مرضهم بشكل أفضل، مثل سايكولوجي، فيزيوثيرابي، إرغوثيرابي، نيوتريشن، مرة عملنا شيء على التغذية. وعندنا مؤتمرات كثير كبيرة بنستخدم خبرات خارجية من فرنسا، من أرسيب فرانس، هلا نحن عاملين جملاج نحن وياهم. بالنسبة للمساعدة المادية نحن عم نقوم بعدة نشاطات، نقدر من هالنشاطات نجمع مصاري تنقدر نساعد مثل ما كون عم بيقول رزق الله، انه فرق الضمان كان يكلفهم منيح بالشهر، وهلا قدرنا قلصنا هالفارق هالصيفية، مشكورية بوزارة الصحة ومؤسسة الضمان الاجتماعي. وعم نغطي فحوصات MRIs بلاد تيست وفيزيوثيرابي سيشن، الجاء فيزيائي عم نقدمه من مستشفى اودلت 10 سيشنز ببلاش للمرضى. حلو. اوكي، وكيف ممكن واحد يساعدكم اذا بده؟ في ويب سايت خاص يمكن لكم؟ نعم، عندنا لاسوسياسيون ليبانيز كونتر لا سكليروز اون بلاك، هو بيج على الفيسبوك. وعندنا هلا عشاء خيري رح نعمله السبت. السبت عندنا نشاطين كثير كبار، واحد مؤتمر جايبين بروفيسوريه من برا فرنسويه ومن الدول العربيه من الجزائر وتونس ودبي، جايين يحكوا عن اخر العلاجات الجديده اللي طالعه بسكليروز اون بلاك. ببلش النشاط 9 الصبح، ولكن للمرضى السكليروز اون بلاك هو الساعة 4 بعد الظهر. نعم، برعاية معالي الوزيرة ليلى الصلح اللي هي جاية على الكونفرنس ترعى تحكي عن تعاون حيتم بيننا وبينها. وعشية في العشاء الخيري بقصر سرسق بالليدي كوكري. نعم، اللي هو نحن بنتكل عليه العشاء السنوي تنقدر نستمر على كل السنة. كل التوفيق لكم ست جنان، ثانكيو لحضورك معنا. رزق الله كمان موفق. بشكركم. ان شاء الله هيك ربنا يشفي كل مريض. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. وليا نشوفك اذا الله راد نكست فيك. اكيد. مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل اعلاني، وما بعد الاعلان رح يكون في عنا فقره تجميليه مع لوتروفيك.